السلام عليكم. أيضا بدوري أجدد التحية للحضور الكريم، وأجدد أيضا تحية للسادة الأساتذة الأكاديميين على هذا المبادرة الطيبة اللي تقول لنا عنوانها الكبير هو انفتاح الجامعة على المحيط ديالها وعلى الاستفادة من الثقافة الموجودة في ضواحيها وفي محيطها. أيضا نحضر معنا في هذا الملف الثاني أو الباب الثاني من هذا النشاط الاتحاد المغربي للزجل، وبالمناسبة هو جمعية تهتم بالأدب الشعبي وبالشعر المكتوب بالعامية، والوظيفة ديالها تتمثل في وظيفتين. الوظيفة الأولى وهي ترقية ما سماه أحد المشرقين اللغة الفاسدة، هذه اللغة العامية التي نتحدث بها، أن نرقى بها إلى مستوى جمالي إبداعي معبر إلى غير ذلك. وأيضا أشد الأساتذة على يدهم بحرارة لأنهم يفتحوا لنا بابا ما يمكن أن نسميه التاريخ الوحشي، أي التاريخ الغير المكتوب على نقيض التاريخ الرسمي. والقصيدة المكتوبة بالزجل تستفيد زادها الأصلي من هذه الثقافة. هذا هو المشروع ديال الاتحاد المغربي للزجل. الاتحاد المغربي للزجل حين راهنا على الجانب الكتابة الإبداعية الأدبية، راهنا على أن تكون تتحدث أولا بلغة العامية، اللغة التي نفهمها جميعا وترقى بها، ثم ثانيا أنها تأخذ زادها ومرجعيتها من ثقافتنا الشعبية. أيضا هذه منطقة الشاوية، إلى جانب ما تكلم عنه الإخوة فيما يتعلق بالتاريخ المقاومة والشهداء إلى غير ذلك، فهي غنية أيضا بتراثها الشعبي، الهزيج والأشعار التي قيلت هنا والفرق المحلية الشعبية غنية أيضا، هي وتتحدث أيضا بمعنى أنها فيها مرجعية ثقافية، وتتحدث أيضا عن عاداتها وتقاليدها إلى غير ذلك. إذن هذا الشيء كله ملف ثاني ينبغي أيضا الاهتمام به على المستوى الأكاديمي، بمعنى أننا لا نصب فقط الاتجاه إلى الجانب المقاومة والتاريخ وذكر التفاصيل الوقائع، بل تجليات هذه الوقائع على المستوى الإبداعي، فتنجد أن هناك فرق شعبية وثقافة وعادات وتقاليد إلى غير ذلك، وفي آخر المطاف شيء كيصب في شيء. إذن هذا الملف الثاني ينبغي أيضا الاهتمام به في هذا السياق، سياق الاهتمام بالثقافة الشعبية والاهتمام بالثقافة العمودية عموديا العمودية. ومصداقا لقول المختار السوسي أيضا، ينبغي لكل في المعسول ينبغي لكل دي منطقتين أن يكتب عن منطقته وتكون الحفر العمودي، وهذه موكولة لكل أبناء المنطقة والحاصلين على شواهد في المنطقة أن يكرسوا بحوتهم وإنجازاتهم على هذا المدمار. معنا في هذا اللقاء كي لا أطيل عليكم 4 شعراء زجالين، أنا أسميه شعرا لا أسميه، أو خمسة. معنا الزجال الشاعر عبد الرحيم القلاع، ثم هناك عبد الرحيم باطمة، ثم هناك محمد مومر، ثم هناك عزيز غالي، ثم هناك الزجالة أسيا ووردة. سأعطي النشيد الأول الشعبي الأول إلى الأستاذ عبد الرحيم القلاع فليتفضل. مشكور. في البداية أحيي كل من ساهم من بعيد أو قريب في هذه اللمة الصباحية من أجل تسليط الضوء على المقاومة في منطقة الشاوية. وفي السياق أشترك المناسبة النص الأول عريش الجنة إهداء إلى كافة أرواح شهداء الوطن. الله الله محلا في لسان كلمة الله، الله الله ياك أخرتها ملقى الله، الله عليك يا شهيد يا عريش الجنة
يلي ما باع فينا مشرى بدمه الغالي ما بخل على تراب أرض الأطلس ليل ونهار على راية العز إبات ويضل عساس حامل عمره على كفه ما يخاف الموت عاشق الشهادة لابس على الدوام كفنو ما باغي والو من البلاد باغي الفرحة ترسم في عيون الأولاد ما باغي والو من الأولاد باغيهم يكونوا رجال يعرفوا اش شواش البلاد زغرتو يا المات زغرتو يا البنات شهيدنا حي يتنزه بين الحريات واللي كتب هاد الحقيقة وقال خيال يرجع يقرأ بمهل ودموع القرآن يتمعن ويغوص في معاني سطوره يدرك ويفهم أسرار حروفه الشارقة بشبل سلكون برهان عريسنا زاهي فرحان بمقامه مع عمره ركع ورحمه الراس كيف الجبل الشامخ ما يحركوا ريح نخلة ما يهزها بارود ولا قرطاس شل رجال مشات شل أحباب قفات كيف الحطب كانوا فينا اتحرقوا باش ندفعوا احنا سافروا باش نحيا وحنا واللي غير حالي شفتوا نظرت بعيوني الشمايت والرعاوين ولو فينا سادات ورجال ما مثلهم رجال عطوا البلاد الروح ومغنى وما قالوا دمنا شحال يسوى بين دفوع ورجوع البحر سمياتهم من الرمل شطخ وطرنا التمحات وفي وحدة ما هي نوم ما هي فياق طح في البال جين الشهداء دموا عليا ناس شاهدوا ناطق الكسدة بين الحديد والمطرق والروح العزيزة فرفرت فوق الصوار وطارت قال كلمة زعزعت الأركان قال كلمة مية عبار الميزان كلمة ريحة جمر كلمة ماها بحر حدوا عصابة على رماقي عدموني وشوفتي مع قسم بلادي الله عليك يا الطير الحر شلة مثال وكسر شلة بحار وذكر بيهم الفايش ونفخر خلاو يد الجلات ترعد خلاو لعدو عليهم يشهد شتي هاد الناس شتي شحال كبار هاد الناس بيه بقات البلاد رافع الراس وبنيها واقف على صح وساس على صح وساس.